في هذا الاكزرسيس رقم 19 من سلسله التمارين الالغوريتميك وبالضبط في لابارتي 2 اللي هما لي ستركتور كونديسيونيل غادي نحاولوا نقادوا واحد الالغوريتم اللي كطلب من لوتيليزاتور انه يدخل لو موا يعني الاسم ديال الشهر ومن بعد الالغوريتم كيافيشي العدد ديال الايام اللي كاينين في هذا الشهر هذا. بطبيعه الحال لا دوني اللي غادي تكون عندنا اون سول دوني هو الاسم ديال الشهر الى سورتي اللي غادي تكون عندنا هو العدد ديال الايام يعني واحد لا سورتي. بتعبير اخر غادي الالغوريتم غادي يطلب من لوتيليزاتور يدخل الاسم ديال الشهر ومن بعد الالغوريتم خصو يحدد العدد الايام اللي كاينه في هذا الشهر. الى مثلا لوتيليزاتور دخل شهر افريل الالغوريتم خصو يافيشي 30 جون. دابا غادي نشوفوا الالغوريتم اللي كيحل لنا هذا المشكل. الالغوريتم كيبدا بالكلمه ديال الالغوريتم من بعد كيما كاين في ليكزارسيس غادي نسموه نومبر جور دونك هكا مكتوب في ليكزارسيس. بالنسبه لي فاريابل غادي يكون عندنا لا فاريابل موا اللي كيرمز للشهر اللي غادي يدخل لوتيليزاتور وبالنسبه للعدد ديال الايام اللي كاينه في الشهر غادي نستعملوا اكير باش نافيشوها وبالتالي غادي يكون عندنا اون سول فاريابل اللي هو في هذه الحاله موا اللي كرم لي لو تيب ديالو هو شين دو كاركتير. من بعد غندوزو لديبي و فان فاش غنديرو لي انستركسيون اللي كيحلو لينا المشكل ديالنا. اول حاجه غادي ندير كيما دائما غنطلب من لوتيليزاتور يدخل لنا لا دوني اللي غادي تكون في هذه الحاله الاسم ديال الشهر دونك في اونتري او بيان سيزير لو موا. من بعد غندير ليغ باش ريكوبيري هاد الشهر هذا. اونسويت الا كان الشهر هو جونفيي خص نافيشي 31، الا كان فيفري خص نافيشي 28 او بيان 29، الا كان مارس خص نافيشي 31. غنمشي هكا حتى لديسمبر وغادي نافيشي في الا لوتيليزاتور دخل ديسمبر خص نافيشي 31. هنا الا كنا كنخدمو بسي سينو او لا بسي امبريكي غادي خصنا بزاف ديال لو كود. وهنا من الاحسن اننا نستعملوا لانستركسيون ملتي شوا اللي كنا شفناها اللي هي ديال كا اللي كتخلينا اننا نحلوا هذا المشكل بطريقه بسيطه وبالمينيموم ديال لو كود. الوغ كا كيفاش كتكتب؟ كنديروا الكلمه ديال كا من بعد كنديروا الاسم ديال الفاريابل اللي هو في الحاله موا من بعد كنديروا فو يعني القيم ديال هذا الموا. الا كانت القيمه الاولى هي جونفي في هذه الحاله غادي نافيشي في ليكرون ديال لورديناتور كو العدد ديال الايام هو 31. نفس الشيء بالنسبه لفيفري الى لوتيليزاتور دخل فبراير خصني نافيشي لوتيليزاتور كل عدد ديال الايام في هذا الشهر سواء 28 او بيان 29 وغادي نمشي هكا حتى كنوصل لديسمبر اللي العدد ديال الايام ديالو اللي هو 31 جور. هنا غادي تستنتجوا الاهميه والسهوله ديال الاستعمال ديال كا بارابور الاستعمال ديال سي امبريكي في الحاله ديال الا كانوا عندي بزاف ديال الشوا. الوغ لو كود ديالي كتبته بواحد الطريقه سهله. هنا كنكتب لي فالور اللي ممكن ياخذ هذا الشهر لا فالور الاولى الثانيه الثالثه واشاك فوا قدام كل فالور كندير لانستركسيون اللي بغيت تبان. الا كانت لا فالور ديال هاد مثلا هاد الفاريابل هي هادي مثلا هنا غادي نافيشي 28 او بيان 29 لا ميم شوز بور لي زوتر موا. اي في الاخر كما في ليكزارسيس لي داز كنا شفنا كا دائما كا في الاخير ديالها كتعطينا لا بوسيبيليتي نستعملو سينو يعني ان لوتيليزاتور دخل واحد لو تيكست او بيان واحد الشهر اللي ما كاينش في هاد الشهور هادو اللي كاينين هنا. غادي نكتب لوتيليزاتور كو لو نو اللي دخل لو نو ولا بيان لو موا اللي دخل اي ان كوركت. فوالا بهاد الطريقه غادي نكون ساليت الالغوريتم ديالي. واحد الحاجه كينساو الطلبه بزاف هي فانكا خصكم تاخذوا لابيتود انكم ما عمركم تنساو فانكا اولا اي بلوك حليتو ما تنساوش تسدوه على فان ديال الاستعمال ديالو. بهذه الطريقه درت واحد لا سوليسيون بسيط لهذا ليكزارسيس اللي كيطلب في الاول من لوتيليزاتور يدخل الشهر ومن بعد انطلاقا من القيم ديال هاد لي فالور ديال هاد الشهر يدخل كنحدد العدد ديال الايام اللي كاينين عندنا في الشهر.